فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: لقد سمعت أن رفع المرأة لشعرها على مقدم الرأس ولمه بحيث يصير كالقبة أو كالتاج تجملاً للزوج أو المحارم، أن هذا يدخل في حديث كأسنمة البخت، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والله ما فيه تجمل، هذا بل فيه تشويق، والله ما فيه تجمل، وإنما زينه الشيطان فقط. فعليها أن ترسل شعرها وتهذبه وتجمله ذوائب أو جدايل، وأما جمعه حزمه فوق الرأس مثل حزمة حطب هذا ما يصلح، وله من التجمل، هذا من التشويه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.